بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لباسي صلاة الحاجة وحديثانك لو باروها توا لروان قيزان استيفر مدوا كزور كسيش برسارك لباري صلاة الحاجة شون كهمو كس أهويتو آواتي أويا كدعابكاتو للاي خواي بردقار دعاكي جيرابيتو آواتكاني بيتدي شان شوازيكي صلاة الحاجة هاتوا يقول لو أنا أبوك أما جنب يكر كتابي الترغيب والترهيب إمام منذري باسي كردو أم جورا كتاب أنا هاتون لكتاب كاني بيش خويان حديث عن كو كردو أتوا إمام منذري صالي شصو بنجاو ششي كوشي وفاتي كردو كتابي الترغيب والترهيب هي إمامي النووي صالي شصو حفتا وششي كوشي وفاتي كردو يعني بيس صال لدواي إمام منذري إمامي النووي وفاتي كردو كأيش كان كتابي كي هي هاو شوي أو كلا كتابة كاني بيش خوي كوي كردو توا ككتابي الرياض الصالحين كتابي الأذكار كتابي الأربعين بورمونا الأربعين النووية ما مشهورة شل حديثة كي إمامي نووي أم شل حديثة إلي كوي هنا هو حديثة بخاري روايتي كردو حديثة مسلم روايتي كردو حديثة بخاري مسلم هردو كان روايتي يعني كردو حديثة إمامي ترمذي روايتي كردو يعني لو كتباني بيش خوي هاتو أو تشل حديثي دانا وكوي كردوة توكوا زيات البندي با مسائل أصول الدين وعبادة ومجورش تانا وهي رياض الصالحين أوي كوا بندي بنو يجو با حجو با بندي با أجري دراوسي وكما لا شتيتر دايكو تشاكا لقل دايكو باوكو أوي كوا بيويز بيت بوش يعني رجانة إمامي نويل الرياض الصالحين باسي كردوة الترغيب والترهيب هذا وقت بكتير هي إمامي نووي الأذكار ويكوا بندي بذكر وبدعاء كانوا هبه باسي كردوه كتابي الترغيب والترهيب إمامي منذري أوج لنا وكي ديارة ترغيب يعني هاندان ترهيب يعني ترساندن يعني هاندان بو كردوي تشاك ترساندن لا كردوي خرابة كان أمش هر همان شي وي رياض الصالحين همان شي وي أذكار هاتوا حديث كاني لزاناني بيش خوي إمام كاني حديث واني كحديث يعني روايات كردو لواني ورقرتو لواني كو كردوتو ولا كتابة كاني أوان كو كردوتو بو حديثي هنا ولا بخاري مسلمة هاي حديثي هنا وطبراني رواتي كردو حديثي هنا وبيهقي رواتي كردو تياتي كصحيحة حديثي تيا كوا ضعيفة يا لواني موضوع عجبت أم جور اكتب أنا نابنا سرشاو بو فرمودة وبو معناها ك أما جبو سرشاو أنا بكيد لكاتي تخريج حديثك لبحثي الرابورتي الرساليك رسالي ما سر الدكتور ياهر بحثو توجين ويكتر ناكري بليد منذري لترغيب وترهيب الرواياتي كردو يا يعني نووي للرياض الصالحين الرواياتي كردو بلكو أما النقل يعني كردو اللي وعني بيش خويا يعني. منذري لكي نقلك لبخاري لمسلم لأبو داود لترمذي لنسائي لابن ماجه لمحدثة كانتر هروها إمام نووي بو إبت وش بقريت وبو همان أو كتباني كمنذري ونووي وشوكاني وزانانتر كليان نقل كردون إبت بقريت وبو أوان توش أماجه بو سرچاوة كونبكي سرچاوة كي كم جار هاتوا اللي هاتوا حديثة كبيرة أما جابوا وكيت بوين لمسائلك وكو صلاة الحاجة إمام منذري الله الترغيب في صلاة الحاجة ودعائها كتبا كنا الترغيب وترهيب نيا يكواتا صلاة الحاجة اشتيك الترغيب إنسان كراوة إنسان هان أدري بوي كصلاة الحاجة بكات بوي خواهي قرر لقناهي خوش بي بوي خواهي قرر رزقاري بكات بو هر شتي كتر بو هر كيشي كتر خواهي قرر رزقاري بكات بوي هاتوا بابكي بناوي صلاة الحاجة ولا ترغيب وترهيبها هنا أو حديث من أما جب يكر كزوتر دوان زرقاتو إمام المنذير خوي أما جب وكا كحديثك الصحيح نيا بلام سرتا بشي حديثك دس بيكات الباسي صلاة الحاجة بو حديثك كوا عثماني كوري حنيف أجريتوا الله روجك داني اشتبوين لخزمتي بيغمر عليه الصلاة والسلام بيوكي نابيناهات وتي أي بيغمر إخوة دعاء بوبك كخواي قورة شاوم شاك بكاتوا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أي فرموي أي بو صبرناكي صبرك باشتر بوت أيجوتي أي بيغمر إخوة براسي لدزداني شاوة كان مزور قرص بوم وكسي جني دستم بقرات بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي دي برو دزنوش بقرا دزنوش كي باش بقرا دور كاد نوش بقرا دعايا أم دعايا بخيانا اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي يرحمني مما بي ويقضي حاجتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام بچن الشواز وعبارتك جواز الروايات كراوة عثماني كوري حنيف عليا هل مجلسك دانش تبوين أو بيا وهاتوا وك أويك هيج
عيبيك لشاوي نبو بيت بهاتوا شاوي ساقو أم حديثة بمشي وك يا غمرك عليه الصلاة والسلام في فرمو أو دعاء بك دعاء كم معناه ويك أي برور دقارة من دعاء لي كم ليد أبار يموا بهوي يا غمرة وصلى الله عليه وسلم يعني وقبلي لبرخاتري أو وقبلي توسل أكم بو يا غمرة عليه الصلاة والسلام أسألك وأتوجه إليك يعني من هاتوما قافية كيتو هاتوما بردرقاي حضوري تو كبواسطي بيغمر عليه الصلاة والسلام أو مكردو بتكاكار بهوي أو كدعاكم جيراب كيتو بدا بستيكان مجابة جاب كيت إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة أو بيغمرت كوا بيغمري الرحمة إن جادواي أوج لزمني دعاكيشا ببيغمري خواء علي أي محمد أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم من توم كردت كاكار بولاي خواي پروردگار بهوي تو من روم كردا خواي پروردگار كخواي تعالى چاوكانم چاك بكاتو أي پروردگارا أو بيغمبر بكرت كاكار بومو دعاكم جيرابك اللهم شفعه فيا رواياتي شاتو وشفعني في نفسي أوش هاتو فرجع وقد كشف الله عن بصره بيغمبر رايوا چاوي چاك بوبو يوا أما كي أم حديث باس أكاد وقوتم لترغيب وترهيبا إمامي منذري باسي كردوا بلام يا موتمان سرچاوة سرهيكا ترغيب وترهيب نيا إمامي منذري خوي راوية كنيا محدثة كنيا كالرواياتي كردوا أم نقلي كردوا لكي نقلي كردوا أبي آماجب أوبكين أبي باسي أوبكين وقسل سر أوبكين أم لكي ورقرتوا أم سرچاواني أم لي ورقرتوا حديثك صحيح وباشويكي صحيح بإسنادك صحيح أم حديثيان روايات كردوا يانا أبي باس دوبكين وي أبينين كوا إمام الترمذي خوي ألت رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب والنسائي واللفظ له إمام الترمذي رواياتي كردو ولا حديثك حسن صحيح ونسائي رواياتي كردو أم لفظك يستمن هنا وما لفظ نسائية النسائي بعبارة رواياتي كردو عبارة الترمذي لقال نسائية لقال ابن ماجه لقال طبراني لهندي حديثة جوازيان هي وابن ماجه وابن ماجه رواياتي كردو وابن خزيمة للصحيح حكى أيش رواياتي كردوا والحاكم حاكم المستدرك رواياتي كردوا وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم وحاكم كرواياتي كردوا على حديثه الصحيحة لسر شرط بخاري مسلم يعني شرط بخاري مسلم يتيأ وذهبيج أليت على شرطهما وإمام المنذر قسكي ذهبي نقلنا كردوا ولم كاتك سيري مستدرك حاكم كيت أبيني إمام ذهبيج أليت شرط بخاري ومسلم يتيأ طبعا ليريا من وكبلي اشتيك موت كزور لاني ميجوية واشتيكي سير بوش ونكذا هبيل لدواي إمام منذري هاتوا إمام منذري وقباس ماكر لصالي شصو بنجاو ششي كوتشي وفاتي كردوا لو كاتيا إمام ذهبي هر لدايق نبوا بو يقساك إمام ذهبي نقلناكات ونكذا هبي وجودي نبوا لو كاتيا ذهبي صالي حوصو وشلو هشتي كوتشي وفاتي كردوا يعني لدواي لدوفات كردني إمام منذري إن جاء ذهبيها توت الدنيا لبرأوا معقولني اللي ريا بلين بوشي إمامي منذري قسكي ذهبي بازناكت ذهبي مرحلة يكو شنصالك دواتر وسدي دواتر هاتوتا جياني دنيا بويا إما قسكي ذهبي نقلك نك منذري قال الذهبي على شرطهما ذهبي شالي بلا شرط بخاري مسلمتها وليس عند الترمذي ثم صلي ركعتين جاء براورد يكجاري وهي لنيوان رواية جاوازة كان أكاد أوتي لفظكه نسائية قال للاي ترمذية أو نهات وكدور كان يوجبك رواهات وكدز يوجبك رأو دعايبك بلام الرواية كانت ترى للاي نسائي وابن ماجه وابن خزيمة وحاكم أو هات وكدز يوجبك رأو دور كان يوجبك كواتا أو الرواية كانت الراس ترك دور كان يوجكيت إنما قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يدعو بهذا الدعاء فذكره بنحوه هل ونيتاك فرمو دازوش بقرو بجوانيو أم دعايا بخيانو كواتا بمشي ويا زانايا قوكو إمامي ترمذي قسالة سر حديثك أكاد لكتابة كاني بيوش قوي ورقرتوا لترمذي وترمذي تشيوتوا لسر حديثك والنقل أكاد والنسائي ابن ماجه ما جاب وكاد ابن خزيمك امان رواياتي عن كردوا وحاكم رواياتي كردوا حاكم تشيوت ولا سر حديثك على شرط البخاري ومسلم قسكي حاكم نقل اكات
و جوازیه گل نیوان روایت کان هیا ترمیذی لگل آوانی ترا آماده با وقت که او جوازیه هیا. اما لیره دوری امامی ترمیذی امامی منذیری در اکید. کقص که حدیث کان نقل اکات آماده با قص کانی آوانش اکات آماده با روایت جواز کان اکات هندی اکات. ولو آنی خوشی قصیل سر حدیث که بد آیا صحیح آیا صحیح نیا. اگر کاتک بتابتی حدیث که ضعیف بیت بلام لیره حدیث که صحیحه. بوی خوی تنهاق سكان إيواني نقول كردوك على حديثك الصحيحة بلكو أوي طبرانيج دواتيرج عليه والطبرانيج لك تبي دعاء أما يباس كردو أم حديثي باس كردو والطبراني بالتفصيل تر باسي كردوك عليه لا زماني عثماني كري عفان كاي هاد بولاي سيدنا عثمان إشوكاري كابو بلان بوجة بجانا أكرا أو بدواتر عثماني كري حنيفي بيني وتي من إشوكاريك ما أمي عثمان بومجة بجيب كابلا مناي كادي أخذ ولا من هذا نويا مجالني بتشم بيبينم عثماني كري حنيفيش أم دعائي في كردوتي أم دعائي بخوانا أو بدعائك إخوان دعائي هاد سباسي عثماني كري حنيفي كرد وايزاني قسيلة قال سيدنا عثمان كردو وجوتي نخير من قسم لقال أنا كردو بلان براسي أم دعائي من روجك لخسمتي بيغمر أبو عليه الصلاة والسلام كبيعوتي نابينا هادو بيغمر عليه الصلاة والسلام فيري أم دعائي كردو دعائي شاك بويا وو هات على عثماني كرد حنيف لو رواياتي طبرانية عليه فوالله ما تفرقنا وطال بنا المحاديث حتى دخل علينا الرجل عليه والله يا ما هل لو مجلس يشتا بلاوما لينا كردبو لو شو انا هل نسابوين حتى وكوبيا وكهات وقرايو بلاما كانه لم يكن به ضر قط وكوي كهرجيز نابناي ونقصاني وهيج عيبيك لشابي النبوبيات أما على إمامي المنذري باسيكات كطبراني لكتاب الدعاء رواياتي كلهم شوية قال الطبراني بعد ذكر طرقه والحديث صحيح وعليه طبراني لدواي أوي كريقا كاني أم حديثي باس كردو على حديثك الصحيحة كواتشن كزل أم حديث صحيحة إمامي الترمذي خوي رواياتي كردو على حديثك حسني الصحيحة وحاكم رواياتي كردو على الصحيحة شرط بخاري ومسلم تيايو إمامي ذهبيج على شرط بخاري ومسلم تيايو الطبراني على حديثك الصحيحة تناند لمعاصر كان لها وشرخ كان ألباني على الصحيحة كقسالة سر حديثكاني سنن ترمذي أكاد كوات أم حديثة الصحيحة يتشغل شوازكاني صلاة الحاجة أمي كدور دزنيش بكري دور كان يوش بكري دعايا أم دعايا بخوانيت اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد يا خد بلي يا رسول الله شنك أخوي قول فرميتي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فرميتي كاتك يا غمر بان كان صلى الله عليه وسلم بناي وخيو بان مكن وكتون لنا وخوتانا يكتر بان أكن ويا إما بلين يا نبي الله بلين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوشي ويا باشا إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف لي عن بصري أو بيعوا قالت بلام إما توين بلين أني أتوجه بك إلى ربي أن يقضي لي حوائجي أن يكشف كربتي أن يكشف الضر عني أن يقضي عني الدين ويغنيني من الفقر ويسهل أموري أو يكوا ويصلح لي في ذريتي أو دعائي كوا بيويست أو يكخيرة لخير الدنيا وآخرة إنسان بيخوينت يكيل الشواز كان الصلاة والحاجة أما يا كوا تحديثك الصحيح شوازي كيجل توسلي تاع ابو بيغمر عليه الصلاه والسلام شنو قال من داواد لي كم اي پروردگار ليد اباريموا بواسطي او بيغمر عليه الصلاه والسلام يعني معناها كاواقين كلمه واسطنيه بلام قال اتوجه بك الى ربي يعني وقبلي او بيغمر مكدو بتكاكار كخواي پروردگار دعاكم جيرابكات وزور جارج او قسي بسين لهندي لو نيوا خوين واراني قال تخد دعابك ما تشوف ولا كس بيسد بكس جيا أخوة فرويتي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مش لك أوي دائما أجاي لآياتك أجاي لحديث يجني أجاي لحديث يك أجاي لروايتي كترنيا أي بيا غمر أخو عليه الصلاة والسلام ب عمر كوري خطاب بعلي كوري أبو طالب نفرمو بيا بيجت اللي يمنوا بيا بلندو آخر تان بوكات كأويسي قرنيا أويسي قرنيا يشتا تابعينا مرتبه ناقات مرتبه الصحابه بو معناها كبي غمر اخوي نبيني وعليه الصلاه والسلام تابي بوتري الصحابي بلان بي غمر اخوي باز لفضل ولا شاكه ولا مرتبه اوكات افر مباشرين تابعينا افرميت بي بلان كوا داوي لخوشبون تن بو كال اخوي غورا عمر كوري خطاب اماله بعلي كوري ابو طالب عمر او بي غوري
دوم كسب ولا لايب يا غمري اخوا خوش يزبو عليه الصلاه والسلام. من احب الناس اليك؟ ابو بكر، ثم من؟ ثم عمر. وتو انا خوش يسيرين كسكي لا فرميتي ابو بكر اي دواي او فرميتي عمر ياخذ عندي كات خزانه كي باسكر دواي او فرميتي باوكي دواي او عمر ابو علي كري ابو طالب او كسيك بيغمر عليه الصلاه والسلام فرموي كسيك كخواي قورا اي خوش خواو بيغمر ايان خوش اي خواو بيغمر خوش بنت كفرمي لغزاي خيبر او الايا ايام بكسيك كبوشي ويا او بدايب علي كري ابو طالب يا غمر اخو عليه الصلاه والسلام بمدو كسيف فرمو كاجر بينيتان داولي يمكن دعاتان موكات بوي راستا خوي غور نزيك اليمان ودعا كان ايش مان ابي سيتو بي سي ايش مان بواسطه ني ابو كوا خوي غور جوي لدعا كان مان بيت ياخذ جيراي كات بلام هندي كاس زياتر نزيك لخوي غور بوي او نزيك يا ود دعاي اوان زياتر جيراي اكر شي تنانت ناش توانين يا مليريا فضلي ويسي قرني بدين بسر عمر وعلي يابلين اوان لا اولا خوي غور نزيك تر لوانا بلام توانين بلين خاوني فضله خاوني عبادتك خاوني مرتبه بلو بايك لا خوي غور كبو هو يوا بيغمر عليه الصلاه والسلام بصحابه كان خوي فرموا بو بلن كداويل خوش بونتان بوكات كاوان مرتبه شان لا ويسي قرني زياتر اي بو كسانك ايما ليان ظلنيان كمرتبان لايما زياتره كلايما باشترن كعبادتان لايما زياتره كيا لايما نزيكترن لاخواي قورو بو شي بيان لين داوي لي خوش بمان بوكان بوكاتك بي وستي وحاجه تو دعاياك مان هبك جيرانا بخمان دعاك ان جيرانا ببوان بلين دعاء من كن بلكو خواي قورو ببركتي دعاي اوان وانفاسي اوان خواي قورو دعاء كان من جيرابكات نموني امانه زورن لا سيرة الجياني بيو تشاكانا واش لو اني رجك الله اعلم اما جبه عندي من بكين نسر او حديث كتير ك لو باروهات ولا باري صلاه الحاجه وكي امام منذر باسي كردو افرميت عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء وليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم أليت بيغمر عليه الصلاة والسلام فرموي هركسك عبد الله بن أبي أوفى كيكل الصحابة كان أجرته على بيغمر عليه الصلاة والسلام فرموي هركسك بيوستي كي هبو حاجتي كي هبو بولاي خواي قورا يا بولاي كسيق لبشر لبني آدم بعد دزنوش بقريت دزنوش كي باش دور كاد نوش بكات دواي اواس سباس وستايشي خواي برو ديار بكات والصلوات الدياري بيغمر عليه الصلاة والسلام بدات ودواي ام دعايا بخوينت كسلام الدعوة لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أم حديثة إمام الترمذي رواية كردوه إمام الترمذي يكاك المحدثة قورة كان وكتابة كيش يكاك الكتابة مشهورة كان حديث ككتابة سنن كيتي سنن الترمذي وقلت من منذري لترغيب وترهيب نقل أكات فالمدكة نقل أكات لو أنا بيشخوي وقالوا حديثي بيشو باس ماكر كان حديثي شي نقل كردوا قال رواه الترمذي وابن ماجه قال الترمذي وابن ماجه رواياته كردوا من رواية فائد بن عبد الرحمن بن أبي الورقاء عنه وزاد ابن ماجه بعد قوله يا أرحم الراحمين ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر قال ابن ماجه لدعاء وقالت إن جاء دعاء أو دعاء يخوين يا أرحم الراحمين قشت أبي با شيء أبيت دعاء بكاتو لخواي برودقار ببارته ولا كاروباري الدنيا وآخرة حاكم بمختصري رواياتي كردو أما جيبو تفاصيله نكردو المنذري وكو أويكا كحديثة كان إلا بيش خوي لزاناني بيش خوي ولا سرچاوة كان بيش خوي ورقرتو لرا أما جيبو وكات كأم حديثة ترمذي وابن ماجه رواياتي كردو وأما جاء بويش أكاد كوا يكل الراوي كان كأم حديثين رواية كردوا ضعيفة للرواية كناوي فائدة فائد بن عبد الرحمن فائد ابن عبد الرحمن نكتنها إمام المنذري بلكو ترمذي خوشي كأم حديثين رواية كردوا ترمذي حديثة كروايات كردوا أوالد
هذا حديث غريب وفي إسناده مقال فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث على ما حديث يكي غريبة تن هذا الرقية كولا الرقية يقرأ يوب يمان قشتوا كإسنادك يا مقال هي أم حديثة كوترا في إسناده مقال يعني إسنادك صحيح نيا ياخذ زنان متفقين لسر صحتي أو إسناده راويتي يا كضعيفة لو أنا انقطع لسندها بيت بويا كوترا في إسناده مقال يعني إسنادك ضعيفة زنان وتيانا ضعيفة قسيان لسر كردوع فائد ابن عبد الرحمن روايتك على إسنادك يا أم بياوه أم بياو روايتك كأما لحديثة بضعيف دان راو لضعيفة لحديثة ضعيفة لا زناني حديثه بضعيف هجمار كراو جاء أم قصاني زناني حديث أما النقل أن كريد ونا ترمذي منذري بلكو كسير كريد بون من الكتابي الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي كأيك لو كتباني كتب الراوي ضعيف بقريد سير كتباني بو كي مجروحين ابن حبان ضعفاء مجروحين ضعفاء بون من ابن الجوزي يعني ترمذي ياخد أبو نعيم العقيلي التاريخ الصغير بخاري ايش ضعفايا الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي ما انا باس للراوي ضعيفه كانك ونمونتو اتبع يكلم راوي انا كلا سند كاهيا بناسي سجلك يدرك فايلك يبزاني شونا بوت باس كانك اما شونا للروايات كي توفيقي كردوه كي تضعيفي كردوه ويك قريتو بو كامل ابن عدي الله فائد بن عبد الرحمن بخاري الله منكر الحديثه إمام أحمد الله متروك الحديثة قلت أنا متروك حديثك بس ابن عدي خوي لكوتايا عليه وهو مع ضعفه يكتب حديثه منذري أما جيب أقصك ابن عدي شكردو اللي ريا عليه اللي قال أول شاكا ضعيفة حديثك أنو سريت يعني أولي حديثك بلين هل بسرعوا بلين دروي بنا بيها غمر عليه الصلاة والسلام كهيج اعتبارك ابن كريت أو جوار الروايتان بلكو أنو سريت حديثك أتواني إلى كتابة ابن سرية والروايات بكريت بلام ضعيف شر للروايات أم بيها كواتا شيت يقشتين لم الروايات أو يكوا كان زانايا كي حديث الروايات يعني كردوه كو ترمذي وابن ماجه كلا كتبه الستة بلام لقل وشا كتبه الستة وزور مشهورة وزانا كاني إلا محدثة قورا كان إلا إمام قورا كان الروايات حديثا بلام حديثك شنك سندك ضعيفة ناكري في بلان حديثك الصحيح وإمام الترمذي خوشي أماجا أبواكات كضعيفة على في إسناده مقال وفائد يضعف في الحديث وإمام المنذري كام حديثين نقل كردوها روها أماجا أبواكات كالترمذي وإبن ماجا روايتين كردوها كبوشي ويا أم حديثة الرابية كتايا كضعيفة والله أمينات وسر أوي كتاتشنا دروس أم دعاية بخوينيت أي دروس أم يجب كيتو أم دعاية بخوينيت بل وكو أيك جارانش لتشن برنامج أماجا ما بيكرت أم جوارا مثلا أنا مادم بيتشواني دقيقي قرآن نيا مادم بيتشواني حديثي صحيح نيا مادم أو دعائك وأي خويني دعائك دروستا حمد وسنا وسباس سباسي خواي برود جارا دروستا بيخويني خوني وشكر دينيش همو كاتك هر هو كاري نزيق بناوي إلا خواي جورا كلا لا تطعه واسجد واقترب أو آتا أفنوي سجد بو نزيق برا ولا خواي جورا كواتا هم بس سجد بردين لخوان نزيق بيتوا وفي آخر مرجع عليه الصلاة والسلام ويفرموا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد نزي كثير حالة إنسان لخواي بردقار أو كاتيك لسجدها فأكثر من الدعاء أفرمين لبرؤ دعاء زور كل لسجدها بوي أن يشكر دين خوي هو كارب ويك إنسان لخوان زيك بيته ويقر لخوان زيك بيته حتما دعاء كان يشد زيات الجراء بيت واستعينوا بالصبر والصلاة خواه فرمي بهو الصبر وبهو ينجوا يوا يارمتي واربقرن دواي يارمتي بكانو بشتواني بنواجه بصبر بشتواني بدز بهن كواتا نواجا خوي الله خواي قورا نزيك تكاتوا دواي أو دعاء وتسبيحي خواي قورا أوش وكارك أبو جرابوني دعاء شنك أفرمي لسرتا وبلا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أما الثنايا أبو خواي قورا لحديثة كيف يشوى أما جمال فكر كألا ثناي خواي بردقار كحمد وسباس وستايش وثناي خواي قورا أو ثنايا بشي أبي أتواني بمشي وازك استخوان مانا ولا إله إلا الله الحليم الكريم يا أبوي كبلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم معناها مو ثنايا أبو أخوي قولا يا بهر الشوي كي ترك أخوة أيزاني أوي كلا قرآن هاتوا أوي كوالا فرمدا هاتوا أتواني بمشي وازك ثنايا خواي برولد قاربكي من جارك لبغابهم
إفادة يقدر شو كبو أردن بروم دواتر خلليك يا عرقليك كوتا إيشا كوا لوابو كرينا كيواتونا الروم منش زور نيقران بوم كخوتم لخو ما عريزيك منوسي وكبلي كتابك منوسي داوكاريك أويتي هاتبو كأشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله بكل شيء محيط زور باش أوم لبير ودوائيك هستام وأن الله بكل شيء محيط كالسكوتاي سورة فصلت هاتوا أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط من هستكم كأو نوسيني أم نوسي لو كاتي أو عريزي أو يتيابو وأشهد أن الله بكل شيء محيط دواتر أو أبو إشكر ريكود الحمد لله سفر كم كرد يعني لو تيقشتم أو إشكال لفرمودة كانها مجاري إما أو ورق جرين كحميشة حمد وثناء وسباس وستايشي خواي بردقار كبزوري بكريت أبيت هوي جرابوني دعا كان أتواني بوشوازة أشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء قدرة وعلما وأن رحمته وسعت كل شيء وأن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وأن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أو يكوا أي زاني أتواني لقرآن في روزوري قريها مدروسه إن شاء الله بيته جرابوني دعا كان لا حديث كان شاء أم باسي صلاة الحاجة هاتو أو هاتو وكوا سباس وستايشي خواي قوربك بوشي وازك وثمان آما جمان فكرت صلوات الدياري في أغمار عليه الصلاة والسلام بديت وأو دعايا أسألك مجيبات رحمتك وعزائي ومغفرتك والغنيمة من بر ومن كل بر والسلامة من كل إثم أفرمي أو بخوانا لرواياتك طبرانية هاتو ولا دينا إلا قضيته أوجل رواياتك طبرانية هاتو كوك وثمان أم حديث أقرشي سندك شي ضعيف فيت بلان درست بخوانيت نواجا وعبادته دعايا همكاتك هرباش وخير وعبادته سباس استايشي خواي قورا عبادته وبيويست بو جرابوني دعا كان يكواتت تو أما أكيد بونيته خواي قورا دعا كات جراب كات مرجنية حديثة كالزور صحيح بي إنجا كاري بي بكري لم جورب واريا وككاريشي بي أكي مرجنية بس سنة بزاني بحديثة كالصحيح بزاني بلكو بوي أزاني كالوانية هو كاريك بيت إن شاء الله بإذن خواي قورا كدعا كانت جراب بيت حديثة كوتمان أنسي كل مالك جرواتي كردوها أم حديثة كيسا آما جمان بكر عبد الله بن أبي أوفى رواياتي كردوها بلام رواياتكي طبراني لا أنسي كري مالك وهاتو أنسي كري مالك رواياتي كردوها طبراني لكتاب الدعاء إذا طلبت حاجة فأحببت أن تنجح قل على رواياتك طبراني آوهاتو على سرتاء مبلغ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي الحليم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرون دعاتي شلبا باسكر دوا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها دعاء ودعاكي باسكر دوا أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته أو دينا إلا قضيته لرواياتك الطبرانية هاتوا دروس تبيخ وينتو أقرتشي حديثك صحيح نبي أمجور دعانا أكري إنسان بإخوانته إن شاء الله بيته وكاري أو دعاء كامل جيراب بيت وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.